بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 56 بعد 100 الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية محافظة تعز، وباعث الرسالة مستمع من هناك، يقول أخوكم عبد الله أحمد. الأخ عبد الله يقول: أنا عائش مع أبي وأخي في منزل واحد، والسؤال هو أن أخي لم يصلي الصلاة كلها، فهو يصلي فرضا واحدا بعض الأوقات وبقية الصلاة لم يصليها، وأحيانا لم يصليها كلها، وكذلك زوجته لا تصلي ولا تصلي، وأنا الآن لا أتكلم معهم ولا آكل معهم، وإني مقاطع لهم لعدم اهتمامهم بالصلاة والصيام. هل أستمر على هذا أم أخرج من بينهم أم ماذا أفعل، حيث قد تم نصحهم ولكن دون جدوى؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. وكل مسلم يعلم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكل مسلم يعلم أنها عمود الإسلام، ولا يجهل مسلم أهمية الصلاة في الإسلام، ولا يتساهل فيها من في قلبه إيمان. قد دلت النصوص على كفره وردته إذا تركها متعمدا ولو لم يكن جاحدا لوجوبها في أصح قولي العلماء. أما من لا يرى وجوبها فهذا لا خلاف في كفره بين أهل العلم. الحاصل أن أمر الصلاة عظيم، ومكانها في الإسلام مكان عظيم، وما ذكره السائل من أن أخاه لا يقيم الصلاة وإن صلى بعض الأوقات فإنه لا يصلي البعض الآخر، وأن زوجته كذلك لا تصلي ولا تصوم، هؤلاء يعتبرون كفارا. قد قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وما دمت قد نصحته وكررت عليه النصيحة ولم يقبل ولم يمتثل، الواجب عليك مقاطعته وهجره والابتعاد عنه ولا تسكن معه. عليك أن تخرج، إن كان البيت له فعليك أن تخرج إلى مسكن آخر، وإن كان البيت لك فأخرجه من بيتك ولا تجتمع معه حتى يؤمن بالله ورسوله ويقيم الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، على ما يعود هذا التهاون بالصلاة، التهاون بكثير من أمور الإسلام حتى عقيدة التوحيد، هل يعود إلى قصور في التعليم، إلى قصور في التربية، إلى قصور في المجتمع ككل؟ جزاكم الله خيرا. هذا يعود إلى عدم المبالاة وإلى عدم الإيمان في القلوب. وأما العلم فكل مسلم يعلم علما ضروريا، لأن الصلاة لا بد منها في الإسلام، فهم لا يجهلون حكم الصلاة ولكن ليس في قلوبهم إيمان. وأيضا لقلة الوازع من السلطة التي تأخذ على أيديهم، فإن الواجب على ولاة أمور المسلمين أن يلزموا من تحت أيديهم ممن هم ينتسبون إلى الإسلام أن تلزمهم بالصلاة وأن تأخذ على أيديهم، هذا هو الواجب. ويجب كذلك على من له سلطة عليهم من أقاربهم ومن المسؤولين عنهم أن يكون لهم يد في إصلاحهم وفي تأديبهم وفي إلزامهم بالصلاة. ولو تضافرت الجهود بين المسلمين لما حصل هذا الخلل العظيم، وإنما نتج هذا الخلل من قلة الإيمان أو فقد الإيمان في قلوب هؤلاء، ومن إهمال من لهم سلطة، إهمال
رعيتهم التي استرعاهم الله عليها وإلزامهم بالصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات آثرت عدم ذكر اسمها، إنما تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز أن أصوم عن أمي ما فاتها في رمضان بعذر شرعي، لأنها يشق عليها الصيام قليلا وليس لمرض أو عذر شرعي، وإذا كان لا يجوز فهل يجوز أن تعطي فدية إطعام مسكين عن كل يوم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت والدتك لا تستطيع الصيام لكبر سنها وهرمها، فإن الواجب عليها أن تقدم الفدية عن كل يوم، وهي إطعام مسكين، قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمراد بذلك من لا يستطيع الصيام لعجز مستمر، إما لكبر وهرم، وإما لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه، فإن الفدية تقوم مقام الصيام في حقهم. والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع، في كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما مدى صحة الحديث النبوي الذي يقضي بجواز ظهور وجه المرأة ويديها عند خروجها من منزلها؟ لا يصح في هذا حديث، بل الأحاديث الصحيحة والأدلة الصريحة أنه يجب على المرأة ستر وجهها وسائر جسمها عند الخروج من منزلها، وعندما تكون بحضرة رجال غير محارم لها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه، فإنه أشد العورة، محط الزينة ومحط الأنظار. والله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإدناء الجلباب معناه إغفاء الثوب على الوجه حتى لا يبدو منه شيء. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والمراد بالخمار غطاء الرأس، أمرت بأن تسدله على نحرها، فلا بد أن يكون مارا لوجهها ومغطيا لوجهها. وأيهما أولى بالستر، النحر أو الوجه؟ إن الوجه أشد فتنة. وكذلك في حديث عائشة قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، إلى غير ذلك من الأدلة. وأما الحديث الذي يفهم منه إباحة كشف الوجه وهو حديث أسماء، فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وفيه علل أضعفته جدا ولا يصلح للاحتجاج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص صالح، يتردد بعض الناس في هذا الموضوع نتيجة ما يقرأ عن بعض طلبة العلم المعاصرين والمهتمين بعلم الحديث من هذا الأمر، فيقول: إن كشف الوجه والكفين جائز، ويستدل على ذلك بأدلة. لعل لفضيلة الشيخ من تعليق على هذا، جزاكم الله خيرا. كل يوخل من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال قولا أو رأى رأيا فلا بد أن يعرض على الدليل، فإن كان له دليل صحيح صريح من كتاب الله وسنة رسوله أخذ به، وإن لم يكن له دليل فإنه يرد على قائله ولا يؤخذ به. ومن جملة ذلك قضية ستر الوجه، فمن قال بإباحة كشف الوجه فإنه ليس معه دليل، بل الدليل يخالف قوله، والواجب على المسلمين الأخذ بالدليل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا سؤال آخر فتقول: هل يجوز البدل، أي تعويض الشيء الذي يعار إذا حدث له أي ضرر؟ نعم. تسأل: هل يجوز البدل، أي تعويض الشيء الذي يعار إذا حدث له أي ضرر؟ العارية الأصل فيها، اختلف العلماء في هل العارية تكون مضمونة على المستعير أو لا تكون مضمونة إلا إذا تعدى فيها، على قولين لأهل العلم. الراجح والله أعلم أنها لا ضمان فيها إلا إذا تعدى المستعير فيها وتلفت أو تأثرت بغير ما استعيرت له، فإنه يضمن. أما إذا استعملها استعمالا مألونا فيه فإنه لا يضمن، لأن صاحبها سمح له بذلك، وإنما عليه رد العارية إذا كانت موجودة. أما إذا تلفت بغير تفريط منه ولا إهمال فليس عليه ضمان، لأن صاحبها أذن له باستعمالها وعاره إياها وهو لم يتعد فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة من ينبع وباعتها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين واو صاد يقول: كنت إماما في أحد المساجد وأما الآن فقد أصبحت لا أستطيع أن أصلي بالناس، ذلك أنني عندما أصلي بالناس أشعر بالخجل الكثير مما يجعلني أتلعثم ولا أستطيع القراءة ولا أستطيع مقابلة الناس، وأحس أيضا بالضيق النفسي والاكتئاب وأصبحت أكره الحياة، أفيدوني ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ عليك بالإكثار من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والورد في الصباح والمساء والاستعاذة بالله من الشيطان، تعالج نفسك بالقرآن والأذكار النبوية وفي ذلك الشفاء إن شاء الله. وعليك أيضا أن تحاول الاختلاط بالناس الطيبين ومجالسة إخوانك الطيبين ومحاولة القيام بالإمامة، وسيزول عنك هذا إن شاء الله، لأن هذا يظهر أنه مرض نفسي وهو أيضا من الشيطان، فإذا عالجته بذكر الله عز وجل وعالجته أيضا بعدم الالتفات إليه وعدم التأثر به فإنه يزول بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا من الرياض تقول ميم نون ألف تسأل وتقول: هل يجوز أن أجري عملية تجميلية لأنفي المشوه إذ أنني أخجل كثيرا من وضعي، ولا سيما وبعض الناس لا يتورعون في الاستهزاء بي وقولهم أنت لن تتزوجي وحالك باق على هذا الوضع، كيف تنصحونها جزاكم الله خيرا شيخ صالح؟ أنصحها بالعلاج إذا كان هناك علاج نافع لإزالة التشوه الذي في أنفها فإنها تعالج وتزيل هذا التشوه، لا سيما إذا كان هذا التشوه ينفر الخطاب عنها فإنها تعالجه ولا شيء في ذلك، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا تقول واو عينها تسأل وتقول: افتوني في صلاة الضحى، حيث قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ عليها كالمكتوبة، وإنما كان يصليها أحيانا وخاصة عندما يحضر من مغيبة أو لا يستطيع قيام الليل. نعم هو كذلك، صلاة الضحى سنة ليست واجبة، يجوز أن يتركها لبعض الأيام، وأهل العلم أو بعض أهل العلم يقول إنه يغيب بها، يعني يصليها يوما ويتركها يوما لئلا يفهم أنها واجبة، وكذلك من كان له قيام الليل يصلي من الليل فإنه لا يداوم على صلاة الضحى وإنما يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أحضر أهلي خادمة ورغم أنها تصلي لكني كارهة لوجودها، حيث أنها لا تتغطى عن والدي ولا تلتزم بالحجاب الإسلامي عند الخروج، ولقد علمتها الحجاب الإسلامي فالتزمت به رغم أنها لا تتحدث العربية، ولكن أهلي عارضوا عملي ذلك ومنعوني من تعليمها، هل يأثم أهلي لإحضارهم هذه الخادمة وعدم إلزامها دين الله في حجابها، وهل أنا على صواب؟ افتوني وانصحوني جزاكم الله خيرا. تتم الجواب الذي قبل هذا في صلاة الضحى، قلنا إنه إن تركها بعض الأحيان فلا بأس، وإن داوم عليها فلا بأس بذلك، فليس تركها في بعض الأحيان يكون أرجح من المداومة عليها، بل المداومة عليها أيضا أمر مستحسن، ولكن لو تركها بعض الأحيان فلا بأس. وأما قضية الخادمة وتعليمها فإن هذا أمر واجب، أولا جلب النساء الأجنبيات إلى هذه البلاد أو غير هذه البلاد وليس معهن محارم أمر لا يجوز، أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لهذه البلاد ولغيرها، الذي يستجلبها ويستقدمها من غير محرم يكون شريكا في الإثم، وأيضا إذا أدخلها في بيته وخلطها مع بناته ومع نسائه فإن هذا يستدعي أن ينظر إليها وقد يخلو بها أحيانا، هذا أمر لا يجوز وهذا الأمر فيه خطورة، خصوصا وأنها امرأة غريبة وقد تكون غير ملتزمة، ففي ذلك مخاطر عظيمة، فجلب النساء الأجنبيات فيه مخاطر عظيمة، على المسلمين أن يتوقوا ذلك أشد التوقي. وإذا كانت المرأة كافرة، إذا كانت المرأة
استقدم كافرة فالأمر أخطر، أمر أشد، إنه لا يجوز استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين بهذا الشكل المتوسع بما في ذلك من الخطورة. وأما إذا كانت مسلمة فإنه يلزم تعليمها دين الإسلام، ويلزم أمرها بالصلاة وأمرها بالحجاب، وإلزامها بما يلزم نساء المسلمين لأنها امرأة مسلمة، لا يعفيها من المسؤولية كونها خادمة أو كونها مستقدمة، هي امرأة مسلمة يجب عليها مع المسلمات، وهي فتنة أيضا، بل هي أشد فتنة، فيجب إلزامها بالصلاة وإلزامها بالحجاب وإلزامها بالواجبات ومنعها من المحرمات ومن المعاصي. فمن استقدمها فإنه يجب عليه أن يقوم عليها وأن يحافظ عليها ولا يتركها وشأنها تفسد أو تصلح، وقد تفسد غيرها. إذا اختلطت بنسائه وببناته وهي غير مستقيمة فإنها تؤثر عليهم أو يقتدون بها على الأقل. الخطر في هذا شديد والأمر عظيم، واستقدام النساء واستقدام الرجال إلى هذه البلاد هو من أعظم الفتن التي حدثت في هذا الزمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول في قضية أخرى: في مجالس أقاربي وأهلي لا يتورعون عن الكلام في الناس وغيبتهم والسخرية منهم، وأنا أكون جالسة معهم وأكره فعلهم فأنصحهم وقد لا يسمعوني، ولو سمعوني عادوا مرة أخرى للحديث في الناس، وأحيانا لا أستطيع أن أفعل شيئا إلا أن أترك المجلس وأنا كارهة بقلبي فعلهم، هل أنا مشاركة لهم في منكرهم هذا رغم أني أكرهه واضطررت مؤخرا للاعتزال الناس من أجل تلك الذنوب، جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الغيبة أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليك مناصحة هؤلاء والإنكار عليهم، فإن لم يمتثلوا واستمروا في الغيبة فإنك لا يجوز لك الجلوس معهم لأنهم يكونون على معصية، ولا يجوز لك أن تجلسي معهم ولو كنت كارهة لما يفعلون، فعليك باعتزال مجلسهم لتسلمي في نفسك. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا تقول عن أولئك الأقارب إنهم يتركون الصلاة، وقد نصحناهم وعرفناهم بخطورة ذلك وأن تارك الصلاة كافر، ولكن لم يستجيبوا لنا، وإذا نظرت في وجوههم رأيت ظلمة وسوادا والعياذ بالله، ونحن نصلهم ونأكل معهم ونسلم عليهم، ولكني قرأت آيات من كتاب الله تنهى المؤمنين عن مودة ومحبة الكفار وأنهم نجس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما أن الكفار لا يسلم عليهم ولا يؤكل معهم. وتستمر على هذا المنوال شيخ صالح لتستشيركم، جزاكم الله خيرا. الأمر كما ذكرت، إذا كانوا لا يصلون ويتركون الصلاة متعمدين فإنهم كفار، لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وبالتالي لا تجوز مودتهم ومحبتهم. وأما زيارة إذا كان فيها فائدة لمناصحتهم والتأثير عليهم فإنك تزورينهم، وأما إذا كانت زيارتهم لا تؤثر فيهم ولا تجدي فيهم النصيحة فإنه تجب مقاطعتهم وهجرهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات تقول: واو ميم تا، تسأل وتقول: هل يجوز لي أن أكفل يتيما من مكافأة الشهرية في الكلية؟ وهل يجوز أن أكفل يتيما باسم والدي من مكافأتي أيضا، علما بأن والدي حي يرزق وهو لا يعلم عن ذلك؟ إذا عرفت اليتيم وعرفت أن هذه النفقة تصل إليه وتنفق عليه فهذا عمل جليل وفيه أجر عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى أوصى باليتامى وجعل لهم حقا من سائر الحقوق الواجبة على المسلمين، فإذا تأكدت من حالة اليتيم ووصول ما تدفعينه إليه وأنه يصرف في صالحه فهذا عمل جليل لك أن تقدميه لنفسك وأن تقدميه عن والديك من مكافأتك، ولك في ذلك الأجر إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا تقول لي: ابنة عم تكبرني بثمان سنوات وهي مطلقة ولا تصرف
تصلي، وفي رمضان تصوم وتصلي، وعندما تقضي ما أفطرته من رمضان فهي تصلي، أما في الأيام الأخرى فهي تترك الصلاة. ماذا يجب علي نحوها بعد أن نصحتها ولم تمتثل؟ كما سبق الكلام في هذا أن الذي يترك الصلاة متعمدا ليس من المسلمين، ولا يجوز لقريبه أن يحبه وأن يوده حتى يؤمن بالله ورسوله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وتارك الصلاة متعمدا ليس بمؤمن، يجب هجره ومقاطعته ولو كان من الأقارب حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.